يا ربي، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا من نرفع إليه أيدينا بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء والسراء والضراء. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فيا ربي غير أقدارنا إلى ما نتمنى، واقسم لنا فيها من حظوظ الدنيا وخيرات الآخرة فوق ما نرجو، واكتبنا اليوم من السعداء والمعتوقين وممن حرمت وجوههم عن النار. اللهم اجعلنا فيها من عبادك المقربين الذين لا يملون من العبادة والتقرب إليك، واغفر لنا ذنوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا هادي الضالين والمضلين. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا بلطفك ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم في هذه الليلة المباركة اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران، ووفقنا وحقق آمالنا في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.